طيب كابتن امين، النهارده الاهلي قدام بالميروس، طبعا كانت الطموحات والامال انه الاهلي هو كمان اللي رفع سقف طموحاتنا في مباراه مونتيري مع الظروف الصعبه دي كلها، خلاك تخش المواجهه النهارده وانت حاسس انه لا ليه، لا الاهلي ممكن يكسب النهارده زي ما انت قلت يا كريم. طبعا كلنا يعني كل واحد متضايق طبعا وحزين جدا على النتيجه النهارده، كان زي ما انت قلت ان النادي الاهلي كان يعني رفع سقف الطموح، خصوصا ان انت قبل البطوله كنت قلقان شويه. الناس كلها كانت بتتكلم، وانا من الناس كنت بتكلم بقول النادي الاهلي طبعا ومازال ان هو بيلعب، اي حد بيشارك اكيد هيأدي بشكل كويس، والاهلي بما حضر زي ما بيقولوا. قبل البطوله كان عندك ظروف اصابات، غيابات اللعيبه الدوليه موجوده مع المنتخب، فبالتالي انك انت النهارده بتلعب بطوله كبيره، غير الناس اللي هي بتتكلم تقول لك بطوله وديه والى اخره، لا انت بتتكلم في بطل كل قاره موجود طبعا. يعني اسامي كبيره ونجوم كبار، فبالتالي الماتشات صعبه جدا. انت عارف بالميرس اصلا المدرب بتاعهم التشكيله بتاعه بالميرس ديت قاعد يجرب في الدوري البرازيلي عدد كبير من اللعيبه والتشكيله والخطط عشان كاس العالم للانديه، وعشان كمان انت بالنسبه له اول لقاء هو ماتش النادي الاهلي اللي هو تعادلت معاه السنه البطوله اللي فاتت وكسبك بضربات الجزاء، اللي هو عنده لعيبه كويسه وعارف انه عنده 7-8 لعيبه دوليه، وفي نفس الوقت عامل استعدادات كويس جدا وحضر كويس جدا. فاللي انا عايز اقوله ان البطولات المجمعه لما بتكسب اول لقاء بيفرق معاك جامد جدا. صح. النهارده النادي الاهلي كانت الناس قلقانه شويه، لما لعبت مونتيري المكسيكي لقيت انت، خلي بالك انت بتتفرج مستني ايه، ان تكسب 1-0 تتعادل، لا قدر الله يحصل حاجه تخسر 1-0، لكن انك انت تروح كاس العالم وتلعب اول لقاء ليك تروح باربع خمس ست كور على المرمى، دي ما بتحصلش اصلا، وممكن ما كانتش تحصل والتيم كامل. صح. فبالتالي النهارده اصلا انت كمان بتلعب مع فرقه مش صغيره، مش صغيرة. الناس فاكره برده مونتيري ده فرقه صغيره، مش صغيره، وراجل مصري وعارف اللعيبه، مدرب بتاعهم فاجيري فاكيد عارف اللعيبه، فبالتالي النهارده اللعيبه كانت فرصه كويسه جدا للبدلاء، مش عايز اقول البدلاء، الناس اللي ما بتشاركش بصفه اساسيه، وفي نفس الوقت في ولاد صغيرين من الشباب طالع، طبعا رفعوا الطموح وسقف الطموح بتاعنا لحاجه كبيره جدا. انت النهارده خلي بالك، انت النهارده خسران كل الناس زعلانه، لكن لو انت في الطبيعي لو رجعت كام بطوله ورا انك انت تاخد تلت العالم ده كانت انجاز. صح. لكن انت خدت انجاز مرتين، تلت العالم، فبالتالي عايز تعدي المرحله دي. لا وتحس كمان الاهلي ايه مشكله اخد تلت العالم تاني؟ بالظبط. ما بقاش عادي، رغم ان هو هيفضل انجاز انك تاخد ميداليه في بطوله عالميه، هو انجاز في كل الاحوال. بالظبط. بس انا عايز عادي. مش عايز اعيش على ده، لان لسه اللقاء ما جاش. طبعا. في نفس الوقت بتتقابل فريق قوي، يا الهلال يا تشيلسي، فلازم على الاقل اللعيبه تكون مركزه، ان شاء الله يكون مستر موسيماني يلعب بتشكيل يناسب اللقاء، واتمنى يا رب ان هم على الاقل يحافظوا على المركز الثالث وتبقى فرصه.